ظني وتقديري أن الأمور تزداد تعقيدا في هذه المفاوضات، ولا أبالغ إذا قلت أن هذه المفاوضات قد ماتت إكلينيكيا، بمعنى أنه ليس هناك أي أفق لوقف إطلاق النار في ظل أن حماس تريد أن تعري حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتسعى إلى استمرار هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة، خاصة أنه ليس لديها ما تخسره بعد قيام إسرائيل بتدمير قطاع غزة عن بقرة أبيه. وبالتالي في ظني وتقديري هي ترغب في الاستمرار في الحكم في ظل أنها تعلم علم اليقين أنه على الجانب الآخر هناك نتنياهو الذي هو عقبة رئيسية أمام صناعة السلام في الشرق الأوسط، ولا يرغب بأي حال من الأحوال في وقف هذه الحرب، والتصريحات التي خرجت منه هي دليل قاطع على ذلك. وهذه ليست التصريحات الأولى، ولكن كانت دائما وأبدا تصريحات نتنياهو تتزامن مع كل جولة من جولات المفاوضات وفتح أفق جديد لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين. وعلى الرغم من أن حماس تراجعت عن مطلبها الرئيسي بضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في المرحلة الأولى من الهدنة، وقف دائم، يعني وقف دائم لإطلاق النار في المرحلة الأولى من الهدنة، وقالت أنها من الممكن أن تتم في المرحلة الثالثة، إلا أن نتنياهو خرج بتصريحات واضحة كدليل قاطع على أنه لا يرضخ لليمين المتطرف، ولكنه هو من يعوق ومن يعيق أن تكون هناك أفق سياسي تفضي إلى هدنة ثم بعد ذلك إلى وقف شامل لإطلاق النار. نعم، أيضا يعني وفقا للرسائل، رسائل أسوشيتد بريس تحدثت عن انقسام داخل حركة حماس، ما هي المعلومات المتوفرة وما المتوقع إذا فعلا صدقت هذه المعلومات بأن هناك انقسام داخل الحركة هي نفسها؟ يعني من يتابع داخل قطاع رفح يعلم أن هناك غضب متزايد ضد حركة حماس باعتبار أن حماس كانت السبب الرئيسي لكي يئن الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة بشكل واضح، لأننا الآن أمام مفترق طرق بين إعادة احتلال قطاع غزة إلى فترات طويلة، وهذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تكريس وجود الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة سواء في محور فيلادلفيا أو حتى على معبر رفح أو حتى في يعني التقسيم الذي حدث بين الشمال والجنوب محور نتسريم، كلها تؤكد على أن الجيش الإسرائيلي سيستمر إلى ما لا نهاية. وهذه التصريحات قالها نتنياهو وقالها بعض المسؤولين الإسرائيليين من أن هذه الحرب ستمتد إلى 10 أعوام قادمة، وبالتالي هناك ضغوط كبيرة يعلمها القاسي والداني من قبل الشعب الفلسطيني ومن قبل شعب غزة ضد حركة حماس التي كانت وبالا على الشعب الفلسطيني في الداخل، لأن كان من المفترض أن يكون هناك فتح لأفق مفاوضات تفضي إلى وجود أرضية مشتركة وتفضي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي استغل أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاته والسعي وبكل قوة إلى نقل المعركة إلى قطاع غزة وتحويل قطاع غزة ليكون شبيه إلى الضفة الغربية، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يتحرك داخل الضفة الغربية كما يشاء ويخرج ويدخل منها في التوقيت الذي يراه، والآن هو يفعل نفس الفعل داخل قطاع غزة دون أن يكون هناك أي ضغوط من المجتمع الدولي أو حتى من الإدارة الأمريكية التي لم تمارس ضغوط حقيقية ولم تتوافر إرادة سياسية لازمة لوقف هذه الحرب. حتى يعني الضفة الغربية دكتور حامد يعني لم تنجو من الاقتحامات الإسرائيلية بشكل مستمر، هناك الكثير من الاعتقالات، هناك قتلى بشكل دائم، وبالتالي بالعودة إلى موضوع الصفقة اليوم وبعد كل هذه التصريحات وبعد كل هذا الحراك الذي نشهده الدولي في القاهرة وفي قطر وبدعم أمريكي، هل ترى من أفق لهذه الصفقة، خاصة وأن نتنياهو يتحدث أيضا عن شروط جديدة، شروط ربما صعبة تحدثت عنها يدعوت أحرونوت بالنسبة لإدارة غزة، والسلطة المقترحة لا تزال غير معروفة، أيضا موضوع معابر نتسريم وفيلادلفي ونقاط الخلافية الأخرى كعدد المساجين، هناك أسماء بعينها.
يعني حضرتك تحدثت على نقاط مستحيلة من وجهة النظر الإسرائيلية ومن قبل المتطرف نتنياهو. نتنياهو يعني يجعل العقدة في المنشار ولا يرغب بأي حال من الأحوال الوصول إلى هدنة أو حتى الوصول إلى حتى المرحلة الأولى من هذه الهدنة، وهو لا يعبأ بالمحتجزين بدليل أن أكثر من قتل هؤلاء المحتجزين هو الجيش الإسرائيلي نفسه، وبتعليمات واضحة من نتنياهو هو استهدف كل شيء ولم يكن هناك أي إرادة سياسية إسرائيلية. وحتى الضغط من قبل اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير كان هناك نقاط أخرى تدعم نتنياهو إذا أراد الوصول إلى صفقة. تصريحات خرجت من الرئيس الإسرائيلي الذي أكد على أن نتنياهو أن يتجه إلى هذه الصفقة وأنه سيجد الدعم السياسي حتى لا تسقط حكومته، وأيضا زعيم المعارضة يائر لبيد الذي تحدث وبشكل واضح وقال أن على نتنياهو أن يتجه إلى الصفقة وأنه لابد ألا يشغل باله بسقوط هذه الحكومة على اعتبار أنه سيقدم الدعم السياسي اللازم لكي لا تسقط هذه الحكومة. ومع ذلك نتنياهو يسير في طريقه لأنه يعلم علم اليقين أنه بوقف هذه الحرب يتجه إلى المحاكمة. وكما شاهدنا أنه بالأمس كان هناك من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا رغبة في توجيه الاتهامات إلى نتنياهو وألا يتم تأخير النظر في قضايا الفساد، وأعطوا مهلة لنتنياهو من أنه لابد أن يتجه إلى التحقيقات وسماع أقواله في هذه الاتهامات الخاصة بالفساد قبل ديسمبر القادم، كدليل قاطع على أن نتنياهو لا يرغب في وقف هذه الحرب حتى إذا وقف وهذا الحرب يضمن في قطاع غزة فإنه سيتجه إلى فتح طبعا. فإذا قام بغلق يعني العملية العسكرية في قطاع غزة فإنه سيتجه إلى فتح جبهة أخرى في الشمال حتى تستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية. شكرا لك لهذه المداخلة، معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس.